بمناسبه عيد ميلاد محمد نجم جدو، ايه اكتر هدف فاكره له؟ الهدف اللي حطه في افريقيا اللي هو اللي عرضها له سيد حمدي وحطها بطن رجله، بس مش فاكر ان كان نهائي بالظبط الفريق. انا بقول ان محمد نجم جدو خلقا ولعبا واحتراما في الملعب هو اللي عمل اسم محمد نجم جدو قبل ما يكون لاعب كوره، واحسن جون ختام بطوله افريقيا قدام غانا من احسن الاجوان اللي جابها في حياته. الجون الرابع كان في الجزائر تقريبا في البطوله الافريقيه، ساعتها خدنا البطوله، ومحمد نجم كابتن محمد بردك نزل وجاب الجون كالمعداد، كان افضل بديل ساعتها. هدف محمد نجم جدو في منتخب غانا. الجول اللي فاكره الكابتن ناجي الجول في ماتش غانا في 2010 اللي كان اسيست مع محمد زيدان اللي جاب لنا البطوله. اكتر جول احبه له اللي هو جول ماتش النهائي بتاع مصر وغانا في 2010. الجول اللي جابه في غانا في نهائي امم افريقيا 2010 ماتش الاهلي والزمالك لما جاب الجول في عبد الواحد السيد. طبعا امم افريقيا اللي هي غانا. تحب توجه له ايه رساله بمناسبه عيد ميلاده؟ طبعا اقول له كل سنه وهو طيب وان شاء الله يعني نشوفه دايما في افضل حال. اقول له كل سنه وهو طيب. احب اقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن وان شاء الله ربنا يوفقك في اللي جاي. اقول له كل سنه وانت طيب وربنا يديك الصحه وربنا يوفقك، وهو مجتهد جدا جدا في الملعب. اقول له كل سنه وانت طيب وان شاء الله يكون سنه سعيده عليه باذن الله. اقول له كل سنه وانت طيب وان شاء الله من نجاح لنجاح يعني. اقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن محمد ناجي. طبعا انت شرفتنا وفي بطوله افريقيا 2010 وكان طبعا رهان كبير عليك من الكابتن حسن شحاته طبعا في البطوله وكده، ودايما يعني بتفرحنا وربنا يديك طول العمر ودايما كده تفرح الاهلاويه طبعا.